السلام عليكم، إنه زمن الرد. الحوثي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى حارس الدمار الإسرائيلي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وجاء عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي رسالة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال الحوثي الأحد في منشور له عبر منصة إكس: أنتم حارس الدمار الإسرائيلي، ولا يمكن أن تكون أمريكا وبريطانيا حامية الإزدهار، لأن كل بقاع العالم تشهد بدماركم أو حمايتكم للدمار، كما هو الحال في غزة أو ما قمتم به في اليمن. وأضاف: ضرباتكم لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وتصميم على مواجهتكم، فأنتم المعتدين على بلدنا. على الأمريكي والبريطاني أن يفهم أننا في زمن الرد وأن شعبنا لا يعرف الاستسلام. وثابع: شعبنا اليمني اليوم يقاتل لمنع إبادة أبناء غزة وحصارهم، والأمريكي يقاتل ويقصف أبناء اليمن لحماية المجرم الإرهابي العدو الإسرائيلي، وشتان بين الخيارين. وأكد الحوثي أن الشعب اليمني يحمل الإيمان ويثق في قاداته، ويعلم أن الخيار لمساندة فلسطين الذي اختاره قائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو خيار صحيح لحماية الإنسانية وهدف نبيل نابع عن عمق شرعيتنا الإسلامية. وثابعة: إن كنتم تحملون السلاح فالشعب اليمني يحمل السلاح كذلك، وإن كنتم تملكون القوة فنحن بإذن الله أقوى. وأضاف: نقول لأمريكا وبريطانيا أن عدوانهما لم يئن بجديد، فهذا ما تمارسه الدولتان ضد الجمهورية اليمنية من 2015 وإلى اليوم، العدوان واحد والمجرم واحد. وختم: نقول للأمريكي والبريطاني: لا يمكن أن تتضرع بالرد اليمني على عدوانك على اليمن بأنك الضحية، أنت مجرم إرهابي جلاد، وهذا الشيء معلوم لدى شعبنا ولدى شعوب المنطقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.